بسم الله الرحمن الرحيم قدس لله الواحد أمين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سورة المسيح بنعمة ربنا حابب أن أنا أتكلم معكم في الحلقة بتاعة النهاردة والحلقتين اللي جايين يعني المدة ثلاث حلقات تقريبا عن موضوع اسمه النجاح إزاي أكون ناجح في حياتي الروحية وفي علاقاتي مع الآخرين النجاح من الحاجات اللي فعلا بتعطيني أن أنا أكون بمثل المسيح أو صورة حقيقية للمسيح الله ناجح وما ينفعش ان اولاده يكون فاشلين على اي مستوى لازم ان يكونوا ناجحين في كل عمل بتمتد اليه ايديهم علشان كده هنقسم الموضوع على ثلاث مراحل هنتكلم ازاي نكون ناجحين ايه الاول اعداء النجاح او ايه اللي بيسبب الفشل وبعد كده نعالج هذا الامر او هذه الامور زي ما تعودنا حابب ان انا ابتدي معاكم بايه من الكتاب المقدس الايه ديت من رساله يوحنا الرسول الثالثه تعرفين عارفين الرساله الثالثه ليوحنا الحبيب هي عباره عن اصحاح واحد فهي الرساله الثالثه ايه نمره 2 بتقول ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحه ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحه ما فيش شك أحبائي أنه النجاح هو أمنية كل إنسان كل واحد فينا بيتمنى ان هو يكون ناجح سواء على مستوى الدراسة الطالب نفسه ينجح ويتفوق سواء على مستوى الوظيفة الموظف نفسه يعلى ويترقى ومرتبه يزيد ويكون ليه مكانة مرموقة في الشغل اللي هو فيه او حتى على سواء يعني مستوى الخدمة كل واحد فينا بيبقى ليه طموحات روحية عايز انمو عايز اطلع في علاقتي مع الله جايز في الخدمه نفسي يكون لي مسؤوليه اكبر نفسي يكون يعني اشعر ان انا محل ثقه اكبر من الاخرين من الـ من امناء الخدمه من ابونا من الاسقف من اي مكان الانسان اللي يعني بيقود الخدمه في المكان اللي انا بخدم فيه فالنجاح طبعا هو امنيه غاليه عند كل انسان فينا وحقيقه الامر انه النجاح الحقيقي هو النجاح اللي يؤدي للسعادة وللسلام وللأمان للإحساس بالأمان هقول الكلمة دي مرة تانية في نجاحات كتير لكنها نجاحات مزيفة وهتكلم معاكم وهقول لكم ليه لكن النجاح الحقيقي هو النجاح اللي بيؤدي لسعادة حقيقية ولسلام حقيقي الإنسان اللي بيحصل على سلامه وأمانه في العالم عمر ما الإنسان دوت لو كان منفصل عن الله ما بيجد راحة ولا سلام ولا سعادة. ودليل على كده قصص الكتاب المقدس وقصص إحنا بنعيشها في الأيام المعاصرة اللي إحنا فيها دي كل يوم. المرأة السامريه كانت متصورة إنه السعادة في الخطية وعملت كل اللي هي عايزاه. الابن الضال، المخلع، ناس كتير خالص مشوا في سكة غلط وكانوا متصورين إنه السعادة والأمان في اللي هم بيعملوه. وعلى مدار الأيام اكتشفوا إنه لأ مش هي دية السعادة الحقيقية، يبقى إيه هو السعادة الحقيقية اللي تجيلي؟ تجيلي من ورا النجاح الحقيقي، عمري ما هيكون عندي سعادة حقيقية إلا لو كان في نجاح حقيقي، إمتى أعرفه إن هو فعلاً نجاح حقيقي؟ لما يكون في سلام، لما يكون مرتبط بالله. علشان كده اتكلمنا مع بعض في الموضوع دوت قبل كده اتناقشنا فيه في حلقه من الحلقات وقلنا ان ولادنا دلوقتي بيسالونا طب ما هو في ناس ملحدين ما بيعرفوش ربنا خالص ومع ذلك شايفينهم ناجحين في دراستهم وناجحين في شغلهم ويبقى السؤال يبقى السؤال للرد على سؤالهم دوت هو ايه معيار النجاح؟ ايه معيار النجاح؟ عندنا قصه في الكتاب المقدس قصه يوسف هو دوت اللي هنتكلم عليها في الثلاث حلقات. يوسف اللي اسمه ارتبط بالنقاوة وارتبط بالأمانة كان ناجح بالرغم انه الدنيا خبطت فيه كتير زي ما بنسمع بالرغم انه هو اضطهد كتير الا انه كان عنده النجاح الحقيقي وكان عنده السلام الحقيقي بالرغم من كل الظروف اللي مر بيها في بيت فوتيفار كان ناجح وعنده سلام وفرحان في السجن كان ناجح وعنده سلام وكان فرحان في كل مكان كان موجود فيه واخواته بيضطهدوه قبل ده كله كان برضو عنده سعادة وفرحان في حين أن واحد ملك عظيم عنده كل حاجة عنده كل المقتنيات اللي ممكن يبقى طمعان فيها زي الملك أحاز لكن ما كانش فيه في قلبه سلام على الدوام ما كانش فيه كان عايش حياة التعاسة باستمرار شفنا مثلا في الأخبار أنه في ممثلة بيهددوا أولادها بالقتل نتيجة أن هم عايزين ياخدوا المجوهرات بتاعتها فنلاقي انه يعني المجوهرات والثروه والمقتنيات الماديه في الواقع ما سببت لهاش راحه وسعاده لكن سبب لها سببت لها فقدان الامان والسلام في واحده مثلا تاني قرينا عنها برضو في الاخبار كان صيتها يعني مغرق الاخبار والمجلات والقنوات العالمية لكن نشوف ان هي فضلت الانتحار على الحياة يبقى كل دوت بيرجعنا بالتاريخ ان احنا ناخد عبره من يوسف الصديق ونشوف ايه النجاح الحقيقي وايه معيار النجاح الحقيقي. أولًا ليه كان يوسف ناجح؟ لأنه كان ربنا معاه، كان الرب مع يوسف فكان رجلًا ناجحًا، ومش بس كده حتى في بيت سيده في سفر التكوين 39 يقول: "ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده" ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده وجود الله في حياة الإنسان بينزع الخوف من قلب الإنسان وبيديله السلام علشان كده أول حاجة تعرفك أنه لو في نجاح فالنجاح ده نجاح مزيف نجاح مؤقت هو الخوف لو أنت في في قلبك فرح وسلام فانت ماشي في السكة الصح يعني بنسبة كبيرة لانه في مقاومات تانية طبعا لكن لو كنت ناجح في عملك او في دراستك او في اي امر اخر ومع ذلك في خوف في قلبك باستمرار فاعرف ان في حاجة غلط في الموضوع اعرف ان انت مش ماشي صح الخوف يا احبائي هو مرض الايام اللي احنا عايشين فيها ديت كل انسان بيحارب بالخوف في حين أنه الإنسان اللي فعلا ماسك في الله مش ممكن يكون في قلبه خوف الدول الدول العظمى شفنا الكلام ده بيخافوا من الحروب وبيخافوا من القنابل الذرية مثلا الدول اللي حالها على قدها بنلاقيهم خايفين من المجاعات وخايفين من الأمراض وخايفين من الأوبئة نلاقي ايضا انه الـ 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 الاب العيله مثلا نلاقيه على طول باستمرار يعني لو انتقلنا أن من مرحله الدول لمرحله الاسر بقى نلاقي انه اب الاسره باستمرار خايف على اولاده خايف ان هم يفشلوا خايف ان هم يبعدوا عن سكه ربنا فباستمرار في خوف الطالب على طول خايف ان هو ما ينجحش في الامتحان ما يدخلش الكليه اللي هو عايزها، ما يشتغلش الوظيفه اللي هو عايزها. علشان كده الخوف اصبح سمه سائده بتسود على كل العالم المعاصر اللي احنا عايشين فيه، وكل ديت طبعا اسلحه في ايدين عدو الخير بيستخدمها لمحاربه اولاد الله، بيستخدمها لمحاربه البشر، حتى احيانا الناس يكونوا ماشيين في سكه ربنا ومع ذلك تلاقوهم خايفين من العقاب الابدي. فنفهم هنا انه انه حتى هذا النجاح الروحي نجاح ممكن يبدو ان هو مزيف عامل زي شجره التين من بره بس ليه اصل جوه القلب ما فيهوش ثمر اصل القلب في حاجه مش مظبوطه بسبب الحاجه اللي مش مظبوطه دي فما فيش ارتياح وما فيش سلام في قلبي انا على طول خايف علشان كده محتاجين نعرف انه الايمان بربنا والثقه في مواعيده وفي يديه وفي قدرته بتطرح الخوف علشان كده يقول لي السيد المسيح ثقوا انا هو لا تخافوا ثقوا انا هو لا تخافوا نرجع لقصه يوسف ما خافش من البئر لما اخواته رموه فيه وما خافش لما باعوه كعبد وما خافش لما اشتغل عبد في بيت فوطيفار وما خافش لما اترمى من الس في السجن كل دوت احنا ما شفناش حاجه كويسه ما شفناش حاجه تفرح لكن بالرغم من ده كله لانه عارف ان هو عايش في مخافة ربنا وإنه هو ما عملش حاجة غلط وان كل اللي بيحصل له دوت بسبب اضطهادات هو بيمر بيها علشان كده نلاقي هذا الانسان ما كانش خايف ابدا ده مش بس كده ده لما بقى الرجل التاني في مصر وبقى مسؤول عن كل مصر ما كانش في قلبه الخوف وكان يعني بيتعامل مع الموضوع بمنتهى الهدوء أحيانا الواحد ربنا يسمح في حياته ان هو يكون مسؤول عن حاجه كبيره فيبتدي يقول يعني يا حستي انا هعمل ايه في الموضوع دوت؟ انا ما اقدرش على الموضوع دوت ده اكبر مني بكتير او انا اصغر بكتير وننسى انه اللي اتمني على هذه المسؤوليه قادر ان هو يعطيني السلام وانه في الواقع مش انا اللي بشيل لكن انا مجرد صوره وانه اللي بيشيل بالفعل هو الله فعمره ما كان في قلبه الخوف لأنه هو على طول كان واثق في الله وواثق في مواعيد ربنا علشان كده اعظم كنز في حياتك انا بخص بالكلمة دي الشباب تحديدا الشباب والشابات اعظم كنز في حياتكم هو الايمان بالله اعظم كنز في حياة الانسان هو الايمان بالله ليه انا بقول الكلمة دي لانه لو انا واثق فعلا في ربنا لو انا واثق فعلا في مواعيد الله وان ربنا هو اللي شايلني وشايل شلتي وشايل حمولي عمر ما هيكون في قلبي الخوف اعظم كنز لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا ان كان الله هو اللي شايل ان كان الله هو اللي بيتعامل ان كان ان كنت انا بس مجرد صوره من بره لكن الحمل الحقيقي هو اللي شايله ربنا فليه اخاف عارفين لما طفل صغير كده يزن على ابوه او امه يقول لهم انا لازم اشيل الشنطه التقيله ديت ويكون الاب طويل كده والابن قصير فيقول له طب خلاص عشان يرضيه يقول له حاضر فيقول له انا هشيل من ايد وانت تشيل من الناحيه التانيه ولانه الاب هو الاطول فهو شايل الحمل كله لكن الطفل الصغير متصور ان هو شايل من الايد التانيه شايل الحمل وهو فرحان هي دي علاقتنا مع الله إن كان فعلا الله أبويا وأنا واثق فيه فثق تماما إن هو اللي شايل الحمل أنت ما إلا مجرد صورة في الموضوع أنت مجرد صورة وهو دوت الخدمة لو كلمنا على مستوى الخدمة الخادم ما إلا هو إنه إنه موصلاتي واحد بياخد من الله ويوصل للجموع زي ما التلاميذ عملوا كده في معجزة إشباع معجزة إشباع الجموع أعطى للتلاميذ والتلاميذ أعطوا للجموع علشان كده وجود ربنا في حياتك ووجود ربنا في حياتك هو النجاح هو ده النجاح اللي كل إنسان محتاج إن هو يسعى إليه وكتير ما بنظن إن, إن دعوة يا أبونا صلي لي اذكرني في صلواتك لما نقول ربنا معاك مثلا ربنا يعتني بيك ربنا يتحنن عليك أبا حاسس إنه يعني إيه الصلاة الضعيفة ديت وبننسى انه ما فيش حاجة في الدنيا دي كلها تقدر تديني سلام وتنزع الخوف من قلبي اكتر من انه يكون ربنا معايا وجود الله معايا هو الاحساس بالسعادة هو الاحساس بالامان والاحساس ايضا بالسلام يقول في متى واحد ثلاثة وعشرين ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا الله معنا ويقول كمان بولس الرسول في رسالته لأهل روميا إن كان الله معنا فمن علينا؟ وفي رسالته لاهل كورنثوس الرساله الاولى: "أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم"، احنا في عهد النعمه دلوقتي من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا ايضا فيه، فهو دوت أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، هو ده العهد النعمه، عهد التجديد، هو ده عهد الفرح اللي احنا عايشين فيه انه الله ما بقاش منفصل عن الانسان لكن الله عايش في كل انسان فينا. لو خرجت بره قصه يوسف كده للحظات قليله وافتكرت واحد زي بولس الرسول هتكتشفوا انه اعظم خدمه عملها بولس الرسول عملها وهو في السجن يعني وهو مسجون كان بيخدم اكتر من انه هو حر. طب إيه, إيه, إيه يعني الكلمة دي بتخدم إيه في الموضوع بتاعنا دايما السجن والحبس ده, ده إشارة للحزن أو للخوف أنا مرعوب يا ترى هيعملوا فيا إيه يا ترى هيكون مصيري إيه لكن نلاقي إنه أعظم رسائل كتبها بولس الرسول دي يسموها رسائل السجن أو رسائل الحبس يقول في رسالته لأفسس لأهل أفسس إصحاح 6 عدد 20 أنا سفير في سلاسل ويقول أيضا في رسالته لأهل روميا من سيفصلنا عن محبة المسيح وفي رسالته الثانية لأهل كورنثوس كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء يعني ما فقدش سلامه يعني لو أنا بصيت لبولس الرسول بمعيار العالم وبنظرتنا البشرية ده إنسان محبوس ده إنسان ذليل ده إنسان محتقر من الجميع فحين ان اعظم خدمه عملها عملها وهو جوه انا سفير في سلاسل انا بمثل المسيح بالرغم من القيود اللي مقيده ايديا ورجليا ديت لكن من سيفصلنا عن محبه المسيح السلاسل القيود ادي النجاح الحقيقي ادي النجاح اللي مفهوش خوف ليه أصلا الله معنا عمانوئيل تفسيره الله معنا هل يا ترى انت اختبرت النجاح دوت ولا انت لسه فيه في قلبك خوف؟ هل يا ترى قارنت ما بين النجاح دوت ونجاح العالم؟ واني نجاح فيهم اللي بيشدك؟ هل النجاح اللي موجود في الله اللي مليان بالسلام والامان واللي ما فيهوش خوف؟ ولا بتبص للناس لاهل العالم ونجاحهم المادي اللي بيقول عليه الكتاب المقدس لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إن كنت عايز تعرف إن كنت ناجح بحق وحقيقي، إن كنت عايز تعرف إن كنت ماشي في السكة الصح، يا ترى شكله إيه النجاح اللي أنت بتمر بيه وإيه الشعور اللي موجود في قلبك. الله كان مع بولس في السجن وده كان سبب كافي لنجاحه ولهدوءه وللطمأنينة اللي كانت موجودة في قلبه. علشان كده بكرر كلمة تاني، بكرر الكلمة لشبابنا، بكرر الكلمة لولادنا. إكتشافك لمحبة الله ليك هو أعظم سر. لنجاحك اكتشافك لمحبة الله ليك هو أعظم سر لنجاحك هذا السر بيطرد كل خوف بيطرد كل مشاعر سلبية خلاص أنا مطمن تصور حضرتك أن كل حاجة أنت بتعملها أنت واثق أن اللي فيه بيضلل عليك فيه اللي بيعطيني بيك أصل أنت ماسك فيه فإن كان الله معنا فمن علينا ربنا مش بيحبك وبس ده بيحبك لدرجة الموت بيقول لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء هارا الآية دي مرة تانية من رسالة روميا الإصحاح الثامن لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء أحبائي ربنا بيحبنا وبيعطينا اللي احنا بنطلبه وبيحبنا أكتر لما ما بيديناش اللي احنا بنطلبه الله بيحبنا وبيدينا اللي بنطلبه ولما ما بيديناش اللي بنطلبه بيكون بيحبنا اكتر تصور حضرتك لو ابنك قال لك انا جعان من حبك ليه هتديله الطعام اللي هو بيطلبه منك وهتكون فرحان انك بتوفي احتياجاته وتصور لو هو هو نفس الابن دوت طلب منك طعام بيأذيه صحيا انا واثق انك هتكون فرحان اكتر وانت بتمنع عنه هذا الطعام لانك انت عارف انه هذا الطعام مفهوش خير لي علشان كده بنقول انه الله بيحبني لما بيعطيني اللي بطلبه وبيحبني اكتر واكتر لما بيمنع عني اللي انا بطلبه لان هو بيبقى شايف وعارف ان دوت مش مش لصالحي او مش لخيري علشان كده كل واحد فينا محتاج ان هو يشكر ربنا ويقول له يا رب انا واثق ومأمن في محبتك ليا، واثق ومأمن في عنايتك ليا، ومش ممكن أبدا الخوف يطرد النور اللي موجود جوه، لا شرك للنور مع الظلمة، طول ما يا رب محبتك ساكنة في قلبي، طول ما أنا ماشي صح وسكتي ما فيهاش التواءات، ما فيهاش انحرافات، فأنا واثق يا رب إن أنت معايا، ومش ممكن الظلمة تكون ساكنة في قلبي. طيب إن كان الخوف بيطرد أي شعور للنجاح أو أي حياة لإنسان ناجح يعني ما بيخلينيش حي الإنسان الخايف هو إنسان ميت لأنه إزاي أقول أنا عايش أو أنا حي وأنا مليان بالخوف أنا مرعوب يقول لك فلان ده ميت في جلده يعني إيه ميت في جلده يعني مرعوب يعني إنسان مات من الخوف أنت رعبتني أو أنت موتني من الخوف دي كلها مصطلحات صح إحنا بنموت من الخوف كيف نقول أن هذا الإنسان في حياة إن كان خايف على الدوام خلونا نشوف أمثلة على كده نختم بكم مثال كده بسرعة الحلقة الأولانية من موضوع النجاح على مستوى الخوف على مستوى الأسرة في مثلا ناس شباب دلوقتي رافضين الجواز طيب رافضينه ليه؟ لأنه خايفين من المسؤولية مش عايزين نكون يعني مسؤولين عن أسرة في المستقبل طب هل أنتوا مثلا بتفكروا في سكة البتولية والرهبنة؟ لا إحنا عايزين نعيش في العالم، إحنا بنحب العالم وعايزين نكون في العالم لكن مش عايزين نتجوز عشان خايفين من المسؤولية، خوف. في شباب اتجوزوا بالفعل لكن خايفين يخلفوا يقول لك لا 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 إحنا مش قد المسؤولية والأعباء المالية اللي هتيجي مع خلفة الولاد. وإحنا كمان خايفين ولادنا دولت يبعدوا عن سكة ربنا، خايفين ولادنا دولت ما يكونوش ناجحين، فأدي نوع تاني من الخوف. في واحد خايف من المسؤولية الدينية يعني خايف من علاقته مع الله باستمرار خايف من من الضياع ففين الـ 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 النور اللي موجود في قلبي؟ فين إنه ربنا بيتحنن عليا وربنا بيحاول يلاقي لي طريقة علشان يخلصني بيها مش طريقة علشان إن هو يهلكني بيها في ناس خايفين من الارتباط من الجواز او ناس ارتبطوا مش عايزين مش عايزين اولاد لان هم يقولوا لك مش عايزين قيود مش عايزين حبسه فده خوف ايضا من المسؤوليه في ناس عندهم اولاد لكنهم تلاقيهم متزمتين جدا في المصاريف مش بيصرفوا خالص ويقول لك اصلا انا خايف من المستقبل انا بحاول من لهم المستقبل مستقبل ايه يا حبيبي لما انت ضيعت الحاضر بتاعهم ليه تمسك قوي صحيح الله الكتاب بيقول لنا حساب النفقة لكن كمان بيطالبني ان يكون عندي ايمان خليك معتدل خليك عندك حكمة ما تمسكش زيادة عن اللازم وتتعبهم وتقول اصل انا بوفر لهم في المستقبل للأسف انت خليتهم يخسروا اجمل سنين عمرهم اللي هم عايشينها معاك في بيت ابوهم وامهم بحجة المستقبل وفي اللي بياخد نفس الشكل بس بصورة تاني أو, أو نفس المضمون بس بصورة تاني يقول لك أنا عايز أشتغل ساعات ما تنتهيش عشان أأمن ليهم المستقبل، طب ما أنت فقدت أيضا الحاضر وفقدت علاقتك والوقت اللي ممكن تقضيه مع أولادك ونسيت إنه في حاجات أهم في حياتهم كتير من إن أنت تأمن لهم مستقبلهم المادي. كون حكيم محتاجين إن احنا يكون عندنا الحكمة وما نخافش، لازم يكون عندنا إيمان وما نخافش. على مدار الخدمة مثلا في إنسان نلاقيه متصور ان هو يقول لك ايه انا امين على الفلوس اللي ربنا وضعها تحت ايدي فلوس الخدمه ومش عايز اصرف علشان بكره علشان الخدمه لما تحتاج طب ما انت خليت الخدمه فقيره وفسرت مفهوم الامانه بصوره غلط للاسف الشديد الامانه ما بتقولش كده الامانه بتقول شوف ايه احتياجات الخدمه واصرف عليها لكن في خادم يظن ان هو امين ويقولك لك لا, لا 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 انا مش هصرف حاجه انا مش هطلع من اللي تحت ايدي للأسف أنت أذيت الخدمة إن لم تكن دمرت الخدمة في خادم بيخاف باستمرار من شريكه اللي موجود معاه في الخدمة خايف من نجاحه خايف من, من, من شعبيته خايف من أي حاجة بتمتد إليها يد هذا الخادم وشاعر إنه نجاح أخوه في الخدمة فشل ليه هو وبينسى إنه, إنه النجاح دوت وزنة من الله فاهتم بالوزنة اللي أنت أخدتها من ربنا وحاول ان انت تتاجر فيها وتنجح وسيب اخوك كمان يتاجر في الوزن اللي هو اخدها وربنا بيعطي النجاح لكل انسان بمقدار امانة هذا الانسان كلمنا في حلقة النهاردة على النجاح وقلنا انه اكتر حاجة بتدمر النجاح او سبب رئيسي من اسباب فشل النجاح هو الخوف الخوف بنعمة ربنا هنكمل في موضوع النجاح في الحلقة اللي جاية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين